اهلا بكم من جديد متابعي صباحات السودانية. انضمت لنا تسليم من جديد وانضم لنا برضو ضيفنا داخل الاستوديو محمد ادم وفقره افكار الايجار على الهواء مباشره. فقره افكار الايجار اليوم حتكون مختلفه شديد، احنا حنشتغلها على الهواء. فبدايه كده يا الشهير ببيتر، انا حابه الاسم بتاع بيتر شديد، فيا ريت ان تقوم تكلمنا بداياتك عن الحاجه اللي انت بتعملها، وانت اصلا بتعمل شنو؟ تمام. انا اسمي محمد ادم موسى، عندي براند بتاع ليذر برودكتس اسمها بيتر اند بلاك. بيتر اند بلاك بدات من شهر 5 الفات اللي هو 2016 لحد هسه الحمد لله انا يعني مشيت فيها كويس جدا. الشغل عموما عباره عن شغل بتاع منتجات جلديه يدويه بشتغلها انا ذاتي. شغلي كله اونلاين، بشتغل مقسم الشغل على تو لاينز. اللاين الاول بتاع الكوليكشنز اللي هي عندي 4 كوليكشنز في السنه على حسب الترند اوف فاشن او اتجاهات الموضه العالميه. اللاين الثاني بشتغل اللاين بتاع الكاستم ميد اللي هو انا بعمل لك الحاجه اللي انت دايرها بالشكل اللي انت دايره، برضو باللون اللي انت دايره، لكن في نفس الوقت لازم تكون في الكومبليت بتاعتي قاعده. عموما في بيتر اند بلاك احنا بنشتغل عندنا شنط، بنشتغل الاناتيك، بنشتغل الوالتس عموما رجالي ونسائي، في نفس الوقت عندنا السليفز والكيسز اللي هو الجرابات باعتبارها. احنا هسه شايفين مجموعه من الاشياء معنا هنا داخل الاستوديو. بدايه الرسم والتشكيل على الجلود باشكال مختلفه بالوان مختلفه. ايوه. بتنسق كيف الاشياء دي مع بعض البعض؟ انت انا عرفت انك خريج نسيج. أيوه. جامعه السودان. أيوه. هندسه. طيب. علاقه النسيج برضو بانك تنسج اشكال معينه وترسمها وتكوين على الجلود. تمام. الحاجه اللي استفدتها انا من هندسه النسيج انه انا قريت هندسة نسيج لكن تخصص اسمه ملبوسات جاهزة. تخصص الملبوسات الجاهزة بقرا النسيج كنسيج وبقراه كديزاين. فأنا عموما أنا قاري يعني قاري ديزاين عموما، وأنا من زمان برسم، فالحاجة دي دعمت يعني ال باعتبار الموهبة مع العلم. فبقيت بقدر إنه أنا كيف أدخل مثلا الماتيريال ذاتها، كيف أقدر أصمم الديزاين ذاته، الكونسبتس بتاعت الديزاين على أي أساس أنا بصمم. برضو عندي ترندز اوف فاشن باخدها كمرجعيه عشان لما اعمل حاجه لازم تكون متوافقه مع الحاجه العالميه. طب انت خصصت عملك بس في المصنوعات الجلديه ولا انه كمان استفدت في الجزء بتاع النسيج وعملت ملبوسات وصممت جزء من الازياء كمان؟ والله مبدئيا انا كان بديت بال الديزاين بتاع الملابس. كويس. كان عملت اي تو ديزاينز بتاع بدل فول سوت واحده ثانيه فيست، لكن وقفت اللاين ده. كويس. لانه حسيت انه اللاين بتاع الليذر برودكتس فيه براح. يعني انا بقدر اشتغل براحتي لانه انا بشتغل كل شغل يدوي. فبالنسبه لي انا بقدر استفيد من الحاجه دي. انه يا اخي اول حاجه داير اثبت صراحه المفهوم بتاع المنتجات اليدويه. المنتجات اليدويه اللي هي مصنوعات جلديه تكون. كويس. لانه الحاجه دي احنا غايبين يعني غايبه عننا كمجتمع سوداني. لحد ما اثبتها بعد ذاك ان شاء الله انا خاتله قدام سنه سنتين انه افتح اللاين الثاني بتاع الملبوسات على اساس انه يكون كولكشن كامل ابتداء من الفوت وير لحد الباجز والاكسسوارز كده. طيب. جميل. محمد، يعني برضو انا يعني انت ذكرت انه الحاجه دي لسه هسترجعها للمجتمع السوداني من جديد. ايوه. التسويقه كيف؟ هتسويقها كيف؟ السوشيال ميديا ولا حتنزل السوق ولا حتعمل شنو؟ تمام. انا مما بدات سوشيال ميديا ماركتنج. كويس. اعتمدت في السبع شهور اللي فاتت على السوشيال ميديا ماركتنج. ادتك شنو النتيجه؟ كويس. ادتني بيتر اند بلاك هسي. يعني انا 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 من ممكن من شهر 5 لحد نهايه شهر 11 انا ما اشتغلت معرض. كويس. يعني الاوردرز بتاعتي كلها اونلاين، بشتغل شغل اونلاين اللي هو الببلشنج بتاع الفوتوز كلها. كويس. الاوردر ذاته عامل لي اوردر فورم. كويس. انت بتطلب اونلاين وعندي ديليفري من 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 الوركشوب بتاعتي لحد الحته اللي انت فيها. واهم حاجه طبعا عندي انه انا بسلم في الوقت، عشان كده الناس بقت بتحس بالمصداقيه. وفي نفس الوقت الدعايه الشفهيه، يعني ليه؟ انا بعمل منتج، الزول ده ذاته اللي عملت له المنتج بما انه هو ساتسفايد بالمنتج بيمشي بيكلم الزول اللي بعده وكده. يعني الحمد لله انا شغال هسه كده. احنا فعلا امس لما اتصلنا عليك يمكن كنا عايزينك تجيب جزء من المنتجات بتاعتك او المصنوعات، الجزء من تصميمك، فانت قلت ان هي كلها بتتباع. ايوه والله هي كلها. فده معناه السعر يمكن نقدر نقول كمان سعره مناسب، يعني صح ولا؟ ايوه هي والله سعره يعني بالنسبه لشغل يدوي وجلد، يعني جلد طبيعي سعره مناسب. يعني حتى الكاتيجوري ذاتها هي مقسمه على اساس انه الناس اللي عندهم الاهتمام بالفاشن عموما. كويس. في نفس الوقت انت اللي انا بعمل لك الكستم ميد، بعمل لك الحاجه اللي انت دايره. كويس. على اساس انها تكون يا اخي حاجه فاشنبل في نفس الوقت ديورابل وهاي كواليتي بتعيش معك، يعني انت بتقدر تطلع بها وكده. طيب. انا شايف برضو عندك هنا الجزلان وعلاقه
المفاتيح أيوة. الموبايل حجم كامل نقدر نقول الجزء طبعا فيه قروش انت شنو القروش كلها بدي اشوف بعد شوي طيب الاشياء دي برضو يعني صغيره على كبيره اشكال مختلفه احجام مختلفه تحتاج لمساحه اكبر من الجلود وكذا ما شاء الله أيوة. الجلود عندنا في السودان منتشره يمكن بشكل كبير لكن اعاده استخدامها ممكن يكون ده جزء من المشاريع اللي بيهدفوا في الاشياء زي دي برضو انواع الجلود المستخدمه ما بين جلود الابل جلود البقر اشياء مختلفه جدا في الغالب افضل منه بالنسبه لك تمام في الغالب حاليا حتى في العالم على سكيل عالمي ماشي لو ماشي على سكيل عالمي لو اخذنا انه المنتجات الجلديه عموما بيشتغلوا بجلد البقر ليه اول حاجه جلد متين تمام في نفس الوقت فليكسبل السيرفس بتاعه او السطح بتاعه ناعم كويس ممكن تشتغل عليه اي حاجه بيقبل الامبوزنج بيقبل انجريفنج بيقبل الشغل بتاع الرسم باليد كويس ده كله بيقبله فعشان كده يعني يعني في العالم هسه اكثر جلود مستخدم الجلود بتاعت الابقار كويس يعني انت جزء بتاع تصاميمك بتقعد بتفكر في التصميم ده حيكون عامل كيف بياخد معاك زمن قدر كم بتحتاج لزول ثاني يساعدك في الحاجه وانت كمان انا عارف انت برضه بتخيط صح فهل انت بتحتاج ان يكون معاك كمان كم نفر عشان يمشوا يواصلوا في مراحل الانتاج ولا انت بس كل حاجه توقف عندك حاليا انا بشتغل الشغل كله براي حاليا من شهر 5 الحقيقه هو لحد اللحظه دي انا بشتغل الشغل كله براي عندي محمد معاد ماسك لي الماركتنج والسيلز كويس الشغل بتاع انه الاوردر مني يخش لحد ما يتسلم ده هو ماسكه اكبر اوردر جاك كان شو اكبر اوردر حسب الكميه اشتغلت ولا ما اشتغلته اكبر اوردر اشتغلته ولا اشتغلته اكبر اوردر اشتغلته كان عباره عن بريسلتس حوالي 28 اللي هي اساور بتاعت يد كان في شباب عندهم وفد جاي من كوريا كويس ودارين كانوا يعملون بريسلتس ايوه مكتوب فيها السودان كوريا ومعمل على زي العالم لطيف شديد الباقي يلا انا ما بحبز الاوردرات الكبيره ليه؟ لانه بتاخذ معي وقت انا ما لانه الشغل كله تاخذ معك وقت ولا لانك انت شخص واحد بس بنفسك ايوه ما انا احس حاليا عندي مشكله انه انا شخص واحد تمام شخص واحد انا بقدر اطلع الاوردر انه مثلا في اليوم الرينج بتاعي بشتغل مثلا من 3 4 شنط كويس لما يجيك اوردر كبير مثلا جاني كان قبل كده على ما اعتقد 1000 شنطه فال1000 شنطه مشكلتها انه it takes time يعني لو حسبت انه مثلا على 3 بلقى انت بتاخذ 3 ايام عشان تجهز لا لا انا بشتغل في اليوم من 3 ل 4 شنط كويس يوميا لكن يلا لو حسبت انه مثلا 1000 شنطه دي انا هشتغلها على كم ده اوردر واحد انا حيكون انا ما اصلا عندي الصفحه بتاعتي شغاله عندي اوردرز شغاله فكده انا معناها حوقف ايوه كويس عشان كده ما قاعد امي صراحه لانه انا اشتغل الاوردرز الكبيره خدتيها انه البلان اللي قدام انه اعمل اكسبانشن للبراند اجيب معي ناس ادربهم كويس على اساس انه مثلا اوردرز زي ده اقدر استلم طيب سؤال اخير يعني هسه تطور المشروع ده كيف والفكره اللي قدام شو كويس بيتر بلاك انا حاليا شايفها في العالم شايفها عالميه كويس يعني شايفها زي برادا زي جوتشي زي البراندز العالميه ده انت شايفه الناس شايفه شنو ده انا شايفه والناس كمان برضو شايفه كده طيب كويس الحاجه اللي هسه انا حاليا ساعي لها انه اسجل بيتر بلاك في الملكيه الفكريه العالميه ده اول حاجه اعملها بعد ذاك اقوم اعمل لي زي ما بقولوا فيجوال لوكيشن كويس او فيزيكال لوكيشن معلش على اساس انه يكون عندي جاليري ثابت تمام اقدر اعرض فيه شغلي كله يعني انتقل من انه انا كان في السوشيال ميديا كويس لانه يبقى موقع ثابت حقوم اعمل اكسبانشن ان شاء الله على اساس اجيب ناس ادربهم انا ذاتي وبعدها اشغله معي وان شاء الله اللي قدام يعني في خطط انه اعمل وير هاوس اوتسايد مثلا سنه او تسليم شغله لا ما ان شاء الله ما حسيت حقنا من هسه طيب ده انا معي كويس والحاجه انت ممكن تاخذ الشنطه دي تكون لطيفه معك دي كلها منتجات طبعا دي كلها ما لقيت غير الشنطه ما هاخذ الثانيه عشان كده خلاص اشكال احنا شاكرين لك جدا وجودك معنا يا بيتر ان شاء الله يا رب دايما موفق وتقدر تحقق كل الطموحات اللي انت بتطمح لها توصل وتبقى عالميه كمان ان شاء الله شكرا لك محمد نورتنا جدا وفقره افكار الايجار كانت على الهواء مباشره لحظات من العالم ثم لكم من جديد